هبتدي انا الاول يا لولو واقول الخبر اللي معايا، وهو عن شركة طيران بتعمل الزام، يعني لازم لازم ولا بد ان مضيفاتها يبقوا ليهم وزن معين. الشركة دي شركة صينية عملت قرار ان في وزن محدد للمضيفات، وقالوا ان الهدف من اجراء او اتخاذ الاجراء ده هم ان هم يخلوا الوزن على الطيارة، او يخلوا الطيارة مثلا ليها وزن معين، ما يكونش، مش بيقولوا بقى ان هو تركيز على شكل ولا جمال ولا كده، لا هم عايزين ان صحة طاقم العمل وشكلهم يبقى مناسب. فهم حددوا، هي الشركة الصينية انت عارفين طبعا حجم الصينيين بيبقى أصغر شوية من بقية البلاد، فهم ليهم طول معين، فالشركة دي حددت وزن 48 كيلو نعم، للمضيفات كام؟ لا ده 48 48 كيلو، ده تمن النص الفوقاني مثلا، صح؟ انتوا بتهزروا؟ ده الشنطه اللي احنا مسافرين بيها ما بتبقاش ايه يا جماعه؟ ده 48 كيلو، ده عاوزين اطفال يطلعوا يشتغلوا؟ هم عشان بيبقى متوسط طولهم في حوالي 150 الشغلانه دي سنتي انا عمري ما هشمها، عارفه؟ انا مش هشمها كده طول حياتي، طول ما انا عايشه. لحد ما الطول بتاعك يبقى 100 لحد 158 سنتي، يعني مش قولوا كده. لا ما هو 158 سم ده اولموست، يعني انا 161، فيعني انت فاهمه ان انا اصلا المفروض اروح معاهم. وانت المهم ان هم، 48؟ لا انا مش 48 بس، بقول لك المفروض اروح لا انا معاهم. بسألك يعني، لا انا عادي ممكن سؤال اقول وزني محرج قوي. 55 عادي بس. ماشي. ما هم الرفيعين بيقولوا عادي. فهم اللي طولها 158 لازم يبقى وزنها 48 كيلو، ولو هي طلعت عن الوزن ده بنسبة صغيرة حتى لو 5% فوق الوزن اللي بتوقف عن العمل، بيوقفوها عن العمل. يعني انت دلوقتي دخلتي القناة وزنك زيادة عن الرقم المعين، املاح، افرضي املاح ووتر ريتنشن، موقوفة عن ايه العمل يا لينا كده على يا طول. باشا ده؟ والله معقوله؟ اللي هو اكلت مثلا امبارح جانك فود اياه مثلا بتتوزني وانت داخله القناة تتوزني، ماليش دعوة. ده انا عمري ما هشم الهوا برضو يعني، بره على طول اوفر ويت. طيب انا الخبر بتاعك ده بصراحه يعني حطمني خنقني. نفسيا. والله حاسه مش قادره اتنفس. في خبر مهم جدا، بنسمع عن اغرب الفنادق في العالم، وفي كده فنادق بيبقى ليها ثيم معين، زي مثلا فندق معمول بشكل الرعب، معمول مش عارفه فوق بركان ايه، معمول فوق جبل ايه، ومحتاجه ايام قد ايه عشان تطلعي له. الخبر ده بقى هتكلم فيه النهارده عن فندق من اغرب الفنادق يعني في العالم، وهو يا سهى تحت سطح يعني تحت البحر بانخفاض 419 متر تحت الارض. يا نهار ابيض، يعني ده اكسبيرينس خطيره. لا هو مرعب، وانا حاسه ان انا اصلا مش عارفه اتنفس. اتخنقت من وانا هنا في ايوه. الاستوديو قبل ما وهل اسافر. في نتورك اصلا ولا مفيش نتورك في مفيش الموضوع؟ حاجه، لا وهل مثلا لو حسيت ان انا فقدت الشغف فجاه او حصل لي ايمرجنسي ممكن اطلع ولا هرجع هطلع ولا هيحصل لي فعلا ايه، ولا انت خلاص محبوس هنا يا باشا؟ عامه هو الليله في الفندق ثمنه $688، يعني حوالي 20,000 جنيه مصري في اليوم. حاسه شكرا، على انا فكره، فقدت الشغف من ساعه. لا بس عايزه اقول لك حاجه، في اوتيلات بتبقى عاديه اغلى من كده، يعني عادي على سطح الارض عادي بتبقى في الليله بجد والله بتبقى عادي اغلى بيد من اند كده. بريكفاست عادي. تحت الارض ب 419 متر. وبيقول لك لا الغريب في الفندق ده كمان مش شكله واللي بيحصل فيه، ان هو بيبقى افيلبل بس كل يوم سبت، فده حاجه اغرب من الغرابه. في ناس يا سوا بتحب جدا ان هي تخوض اكسبيرينسز مختلفه، وان هي تدخل مش عارفه في الكهوف وجسور وتطلع وتنزل وتروح اماكن غريبه جدا عشان تقول انا عملت اكسبيرينس في الموضوع ده. ففي ناس فعلا ممكن تدفع الارقام دي واكتر منه اضعاف عشان يبقى اسمها عملت اكسبيرينس جديده. فده كان من اغرب انواع الاوتيلات اللي ممكن نشوفها في العالم، فقلنا نقول لكم يعني.